هل على المسافر أن يصلي السنن الرواتب؟ لا، المسافر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا. أما بقية الرواتب فإذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصليها، لكن يصلي غيرها من النوافل.